هذه التغريدات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعكس الدور المركزي الذي لعبه عناصر الدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في إخماد الحرائق التي اندلعت في أكثر من منطقة بالجنوب. من بين تلك التغريدات: على خط النار كنا وما زلنا وسنبقى رساليين في المواجهة. أبطال الدفاع المدني أسود الرسالة أبعد من حدود الواجب. تحية إجلال وإكبار لسواعدكم يا أبطال الرسالة، سواعد لا تتعب وقلوب لا تعرف الخوف. هود اللي أهلهم من سنين كانوا يشكوا التبغ وعين العدو ذات الميبر. حسين خليل مسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي يشكل نموذجا للشجاعة والعطاء والاندفاع، ولم يستسلم للإصابة التي لحقت به وواصل واجبه رغم أوجاعه. نحن كنا بحريق من 5:30 الصبح، كنا بحريق المنصوري، نزلين بجال في ربعة، تعرف نحن مطفي جهة جهة لحتى نوصل لآخر النار ونقطع النار. وصلنا في ربعة، بدنا نقطع الربعة نزلت كسر الحجر تحت إجري، فكعت إجري، بس ما كنت وقف، الشباب يقول وقف وقف، ما كنت وقف، ضلينا لحتى سنطرنا على النار للساعة 10 نحن مطفي، خلصنا من النار، طلعنا على البيت حمامنا، عرفها مكسورة يعني، طلعت عشان كني أسد من فوق تحت، دش جبر أطلع أتحمم، طلعت حممت ونزلت صورتها طلعت مكسور، طلعنا على المركز دقوا على حالي، طلعت أنا والشاب على حالي. حادث بس الحمد لله ما كان في اصابات. وهي انا هلا جاي ترجع كمان لحق الشباب رفعت. ما فيني اترك الشباب لو بس تحت الضغط. اندفاعة رجال جمعية الرسالة للإسعاف الصحي حصدت إشادات واسعة. جوا يلا يلا يا من هون. هم رجال شجعان ومضحون لا يهابون الصعاب.